ماذا يحدث إذا صدقت عرافا أو منجما؟ هل بالفعل تكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل صحيح أن مصير البشر يتحدد بمواقع النجوم والأبراج في السماء؟ وما قصة العرافين والمنجمين الذين يتعاملون بالفعل مع شياطين وينقلون أخبار الغيب الصحيحة؟ وأخيرا، ماذا يقول العلم الحديث وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. يقول أحد الخبراء إن ملايين الدولارات تصرف على برامج التنجيم والتنبؤ بالغيب وتحليل الشخصية ومعرفة المستقبل من خلال ما يسمى بالأبراج. طبعا الناس يتكبدون خسائر فادحة نتيجة تصديقهم لهذه الأخبار التي لم يثبت العلم حتى الآن صدقها. كل الدراسات العلمية أيها الأحبة تؤكد أنه لا يمكن لإنسان أن يعلم الغيب، لأن معرفة ماذا سيحدث بعد ساعة يتطلب معادلات رياضية معقدة جدا تفوق قدرة أي جهاز كمبيوتر وأي دماغ بشري وأي تكنولوجيا اخترعها الإنسان حتى الآن. لذلك أبسط مثال على ما نقول أيها الأحبة أن العلماء فشلوا حتى الآن في التنبؤ بالزلازل، ولكن لماذا نجد أحيانا من يخرج عبر مقاطع على مواقع التواصل ويتنبأ بشيء وبالفعل يقع هذا الشيء؟ هذه لعبة اسمها لعبة الاحتمالات، وسأقول لكم كيف تحدث هذه اللعبة بدقة. ولكن قبل ذلك، الإنسان بطبيعته يميل لمعرفة الغيب، لأن الله عز وجل أخفى عنا المستقبل رحمة بنا. لأنك أخي الحبيب إذا عرفت المستقبل سترى مثلا ابنك يموت، قد يكون عندك ابن أو أخ أو شخص عزيز على قلبك وكتب الله له أن يموت بعد سنة، فإذا ما علمت هذه المعلومة واستيقنت منها لن تهنأ طيلة هذه السنة. ولو علم كل إنسان أجله لن يهنأ له بال ولو كان بعد سنوات. لذلك أخفى الله عنا هذه يعني مثال على ذلك، لو قلنا لإنسان أنت حكم عليك بالإعدام بعد 10 سنوات، مع العلم أنه قد يموت بعد سنة، ولكنه سيبقى يفكر ويبقى مهموما ويبقى حزينا على هذا المصير. فمن رحمة الله بنا سبحانه وتعالى أنه أخفى عنا علم الغيب. ولكن هنا يأتي بعض الناس فيستخدمون ما يسمى بعلم الفلك ويستخدمونه بطريقة خاطئة، لأن هذه الأبراج التي نعرفها مثل برج الثور والميزان وكذا إلى آخره، هذه مواقع لنجوم أصلا هي غير موجودة اليوم في أماكنها. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالنجم الذي يبعد عنا مثلا 100 سنة ضوئية نحن نراه الآن كيف كان قبل 100 سنة، لأن الضوء الصادر من هذا النجم استغرق 100 سنة حتى وصل إلينا. فلذلك كل مواقع النجوم والمجرات في الكون والسدم الكونية كلها نراها في غير مواقعها الحقيقية. لذلك الله هنا سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم وليس بالنجوم ذاتها.
ليدلنا على أن المواقع الحقيقية لا يعلمها إلا الله. طيب الآن يقولون إن تموضع هذه الأبراج أو هذه النجوم التي تشكل هذه اللوحات التي تشبه مثلا كما قلت لكم الميزان الكذا الثور إلى آخره، هذه المعروفة، هذه النجوم لا يوجد علاقة بينها. قد تجد نجم يبعد 100 سنة ونجم آخر يبعد 1000 سنة، ولكن أنت ترى الوهج فربطت بين هذين النجمين بناء على كمية توهج كل منهما. ونحن 99% من نجوم مجرتنا لا نراها أيها الأحبة. مجرتنا فيها 200,000,000,000 نجم. أنت كم نجم ترى في السماء؟ 1,000, 2, 3, 10، لا شيء مقارنة ب200,000,000,000 نجم. وبالتالي المسافات الهائلة التي تفصل هذه النجوم عنا، آلاف التريليونات ومئات التريليونات من الكيلومترات، هذه المسافات الهائلة من المستحيل أن تؤثر هذه النجوم على حياتنا لأنها بعيدة جدا. وبالتالي من الناحية العلمية أيها الأحبة، بسبب بعد هذه المسافات عن الأرض، مسافات النجوم أو المسافة التي تفصلنا عن النجوم، فهذا النجم ليس له أي تأثير عمليا، ليس من خلال قوته الإشعاعية التي لا يصل منها إلا القليل. هناك نجوم طارقة في السماء، هناك ثقوب سوداء كثيرة، هناك سدم كونية لا نراها، هناك نجوم كثيرة لا نراها بالمليارات. وبالتالي من غير المنطقي أن هذه الأبراج تؤثر على حياة البشر، ولكن الشيطان يوحي إلى أوليائه ليضلوا الناس ويشغلونهم عن ذكر الله. لذلك قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. كثير من الناس يخسر المال، يصاب باكتئاب لأنه مقتنع أن هذا الأمر سيتحقق، فعندما يجد أنه لم يتحقق وأن هذا الخبر كاذب يصاب باكتئاب. والقرآن والسنة يريد لنا الخير، النبي عليه الصلاة والسلام يريدك أن تكون آمنا مطمئنا سعيدا في هذه الدنيا. طيب دعوني أنا أذهب معكم إلى القرن السابع الميلادي، يعني قبل أكثر من 1400 سنة، حيث كان العلم في ذلك الوقت، الحقائق العلمية كانت عبارة عن مجموعة من الأساطير، مجموعة من الخرافات، مجموعة من التنبؤات الغير منطقية، ومجموعة من التفسيرات غير المنطقية للظواهر الكونية. يعني مثلا البرق، كانوا يعتقدون أن هناك إلها هو الإله زيوس في اليونان، هو إله البرق مثلا، وهناك إله للشمس وإله للريح وإله للحب وإله لكذا. فهذه الثقافة كانت تسيطر على القرن السابع الميلادي. وسط هذا الظلام بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال حول التنجيم؟ قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تحذير مرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ليبعدنا النبي عن مثل هذه الخزعبلات. 40 يوم لا يقبل الله لك صلاة إذا صدقت من ينشر هذه المقاطع على الفضائيات. طيب قد يقول قائل: هناك أمور تتحقق. أقول لك: نعم أخي الحبيب، قد يتوقع إنسان زلزال في مكان ما، هناك على الخرائط الزلزالية للأرض
هناك عشرات الزلازل ومئات الزلازل تحدث كل عام، وهناك مناطق أصلا تقع على لوحين أرضيين معرضة هذه المنطقة هنا للزلازل بنسبة أكثر، وبالتالي قد يخرج إنسان كل يوم يرمي نبوءة كل يوم كل يوم كل يوم لمدة 10 سنوات. فحسب نظرية الاحتمالات إحدى هذه النبوءات قد تصادف زلزالا في مكاننا، فتجد الإعلام يركز على هذا المقطع وينسى مئات المقاطع التي قالها هذا الرجل تمام، ويصور للناس أن هذا الرجل يعلم الغيب. إنسان يتنبأ بحادث طائرة مثلا في مكان ما، نحن نعلم أن حوادث الطائرات تتكرر بشكل كبير في مختلف دول العالم، ويمكن لإنسان أن يلقي 100 نبوءة يلقيها هكذا، ولكن نبوءة منها تصادف حدث حقيقي. فالإنسان دماغه يميل أن ينسى 99 نبوءة الكاذبة ويتمسك بهذه التي رآها بعينه، ويقول إن هذا يتعامل مع الشياطين أو أنه يعلم الغيب أو. اعلم أخي الحبيب أنك إذا صدقت مثل هذا الكلام أنت تكفر بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. استمع معي إلى هذا الكلام الرائع. قل، هنا الله يأمر النبي يقول له قل يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. النبي يقول لنا وهو أشرف الخلق، وإذا أراد الله أن يطلع عبدا من عباده على الغيب فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي إنسان آخر أن يطلع على هذا الغيب. على الرغم من ذلك يقول هذا النبي لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يا أخي، إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه الله في رحلة كونية إلى عالم الملكوت، رأى السماوات السبع واطلع على المستقبل، رأى النار ورأى الجنة ورأى سدرة المنتهى، إذا كان هذا الحبيب الأعظم يقول لك لا أعلم الغيب، طيب نأتي ونصدق فلان أو فلانة من الناس أنه يعلم الغيب؟ لذلك هذه البرامج أخي الحبيب وراءها جهات، وراءها أناس، وراءها من يفكر، من يخطط، من يقذف بكلمة هنا وكلمة هنا، وهؤلاء الذين يديرون هذه البرامج لديهم خبرة بعلم الإحصاء والاحتمالات. فمثلا على سبيل المثال، اليوم لو بحثت كم سفينة تغرق في مثلا العالم في السنة، ربما تجد مئات السفن ولكن لا نسمع بشيء منها. متى نسمع بواحدة منها؟ عندما يأتيك شخص ويقول هذا العام ستغرق سفينة في مكان مثلا، ويوسع دائرة هذا المكان، وبالفعل تغرق سفينة، لأن هذه العادة وهذا الأمر يحدث سنويا. طيب عدد الأموات، سيقول لك سيموت زعيم أو فلان أو إنسان مشهور أو كذا. يا أخي، كل يوم كل ساعة هناك بحدود 7000 إنسان يموتون. طيب في السنة كم واحد يموت؟ يموت عشرات الملايين، 30-40 مليون في كل سنة. طيب هذا العام سيموت إنسان مشهور، لاعب كرة قدم أو ممثل، لابد أن يموت واحد. يعني أنا عندي 30 مليون أو 40 مليون إنسان سيموتون هذا العام. هؤلاء بينهم مشاهير، بينهم لاعبي كرة قدم، بينهم
ممثل بينهم، ممكن يكون رئيس، ممكن يكون وزير، ممكن أن يكون مثلا ملياردير. وبالتالي أنت ما الذي فعلته؟ أنت فقط درست علم الاحتمالات، والذي يتلقى هذا الخبر ينسى 30 مليون الذين ماتوا ويتذكر هذا الشخص لأن هذا العراف تحدث عنه. لاحظت؟ إذن هنا أخي الحبيب أخذك الآن إلى منطقة أخرى ربما لا يفكر بها كثير من الناس. التنجيم عندما تتعلق به يصبح عندك إدمان مثل الإدمان على المخدرات. ثبت علميا أن هناك أضرار نفسية جسيمة تسببها كثرة متابعة هذه التنبؤات، حتى يصبح الإنسان الذي يؤمن بالأبراج وغيرها قلقا ومضطربا وينتظر دائما النتائج غير متوقعة. ولكن عندما تأتي النتائج بعكس ما أخبره ذلك المشعوذ فإنه سيصاب بإحباط واكتئاب، والحقيقة هذه أمراض نفسية خطيرة جدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعدنا عن هذه المعلومات الغير علمية غير منطقية والتي لا تأتيك بخير. يعني ما هي المشكلة أن هذا العام مات 34 مليون إنسان مثلا، ماتوا من بينهم واحد ممثل وواحد لاعب كرة قدم وواحد منصب سياسي وواحد ملياردير وواحد كذا وواحد كذا. ما الذي، ما هذا الأمر الطبيعي؟ يعني هذا يحدث كل عام، ما هو الغريب؟ فإذا برامج التنجيم هذه تسعى للعب بعقول الناس والسيطرة على عقولهم، ومن ورائها الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أخي الحبيب يعني أنا هنا أريد أن أصل معك إلى عدة نتائج. النتيجة الأولى إياك أن تتابع هذه البرامج لأنها تسبب الاكتئاب علميا حسب دراسات العلمية. المستفيد هو الشيطان منها. الشيطان يريد أن يصيبك بالاكتئاب والحزن لأن هذا يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. الشيطان يريد أن يخوفك من المستقبل. يخرج شخص يقول سيحدث زلزال هنا، تسونامي هنا، لا أدري بركان هنا، فكل هذا يهدف لتخويف الناس لإبعادهم عن ذكر الله. والله تبارك وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأختم بهذه الآية الكريمة أخي الحبيب التي تثلج صدر المؤمن وتدلك على أن الغيب، مفاتيح الغيب عند الله. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تصور ورقة تسقط في مكان ما على هذه الأرض يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، يعني قطرة ماء في ظلمات الأرض الله يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا الكتاب لا يطلع عليه أحد. هناك من الشياطين من كان يسترق السمع في زمن النبي عليه أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر انتهى مع بعثة النبي. قال تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.